صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت على الفيسبوك. صباح حزين في بلدة منافول الجنوبية، حيث دوى انفجار عند الساعة 1:30 من صباح هذا اليوم في أحد المباني مدنى التابع لبلدية منافول، إضافة إلى مركز لكشافة الرسالة الإسلامية. يعني بحسب الرواية التي حصلنا عليها أن حريق في مقر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة بنعفول يوجد بداخله 12 كارورة أكسجين تم تخزينهم في فترة التصدي لوباء كورونا، وقد أسفر الحريق عن انفجارهم ما أدى إلى سقوط المبنى بالكامل وسقوط شهيد وخمس جرحى بحسب البيان الذي صدر عن حركة أمل. فإذا مشاهدينا الكرام، نحن في أحد المنازل هنا في بلدة بنعفول المتضررة. حجي يعطيك العافية. أهلا حبيبي. خبرينا شوي، الساعة 1:30 شو صار معكم اليوم؟ 1:30 كنت قاعدة أنا جوا وعم بقرأ قرآن، عم بسمع طقطقة مثل كيف فرقع، كل شوي اسمع عم بفرقع، شو هو ما بعرف. شو صار؟ ظهرت لبرا لقيتي في حريق؟ لا، ظهرت لبرا وقفت برا أنا، لقيت شي عم بفرقع فوق. ضليتني واقفة وصرت عيط لأولادي أحسن ما يصيرن شي يعني. وبعدني واقفة، إجا جوزي وقفت معه هوني، كنت واقفة معه هون، رجعت وقفت بالطريق، طلعت هيك لفوق بنص البلدية صار يطلع مثل شرارة وشي أحمر يطلع. قلت له لجوزي، قلت له ليك بدها تفقع، ما كفيت كلمتي وفقعت. أنا ضليت بطلنا نقشع بعض، ما أقول الدنيا ليل يعني، بس اجت الغباير بوجهي وهيك وحجارة وبره. جيت وركت بدي غسل وجهي هون، لقيت مطبخي كل الحجارة بقلب المطبخ والسيارات مضروبة، صرنا نجيب الأضوية لنشوف يعني شو فيه. وشوي سمعت صوت واحد عم بعين، ركضت لهونيك لقيته طاير يمكن من هونيك، الله بيعلم، الله يشفي يا رب، وجاي راسه هيك حرام على صخرة أو شيء هيك، مسكت له راسه صرت بدي عالجه، صرت صرخ جيبوا الإسعاف، رفعت له راسه عم كله دم، دغري صرت صرخ جيبوا الإسعاف جيبوا الإسعاف، وإجت الإسعاف وأخذوه على المستشفى، وهذا اللي صار يعني. شكرا لليلي. حضرتك كنت من اهل الضياع كمان، خبرنا لا اليوم اجى بس معكم اضرار هونيك، يمكن عصف السيارات اخواتي بس تضرروا ثلاثه. أنا عندي إزاز انكسر بس، والحمد لله أنا بيتي تاني مايلة. الضغط إجا لهون عند بتخيل هون أكثر شيء تضرره. أنا سمعت الخبر بالليل يعني الساعة 2:30 تقريبا أو 2:30 الفجر، وجي لحتى بس أطمن في الحمد لله. ابني إيه إن شاء الله صحته خفيف الحمد لله. وتعرض عنكم ثلاث سيارات هون؟ إيه السيارات تضرروا كثير يعني طبعا يعني مشاهدينا الكرام مثل ما عم نشوف هون ايضا هو ثلاث سيارات يلي تضرروا بشكل بليغ جدا. تضرر السيارات هنا يعني انا ما نلف حول السيارات، طبعا هو يعني عصف الانفجار اجى بميلي كثير صوب هيدا المنزل تحديدا، يعني هو اكثر المنازل المتضرره هنا في بلدات بنعفول الجنوبيه مثل ما عم نشوف هون الاضرار. طبعا يعني حسب الروايه الامنيه ليس هناك من اي عمل تخريبي وليس هناك من أي عمل يعني خارج عن الأمور الطبيعية، ما حصل هو انفجار قارورة قوارير غاز، وبالتالي يعني مصادر حركة أمل تنفي نفيا قاطعا أن يكون هناك ما روج بالإعلام أن هناك مقر أو أسلحة أو إلى ما هنالك، ويؤكدون أن هذا المكان هو تحديدا لعناصر كشافة الرسالة الإسلامية، والذين يقومون يعني والذي انفجر هو 12 قارورة أكسجين. فإذا هذه المعطيات الآن بدت معفوس، سنقوم معكم في حال سجد أي شيء.